أكبر نجوم من الوطن العربي موجودين، وبشكركم وكل سنة وانتم طيبين، وبحيي التلفزيون المصري. وسمحوا لي إن أنا يعني طلعت عشان أنا عندي حاجة للجيش المصري كمان شوية فعلا. فأنا المفروض أكون ناخد دلوقتي، فبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وأنا سعيد بكل زملاتي اللي أنا بحبهم من قلب بجد، وكل سنة وانتم طيبين ومنورين، ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا، ووقفوا وقفة رجالة، مبروك لمصر ولولادنا.